بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة بآسيا، نحن في فندق هوليدي إن في باندونغ، نصور غرفة من نوع ديلاكس، غرفة دبل. هذا النوع من الغرف يوجد فيه اتصال غرفة دبل مع غرفة توين، سريرين منفصلين. يمكن إضافة سرير إضافي في هذا النوع من الغرف. الغرفة مساحتها كبيرة، ويوجد فيها سيفتي بوكس، يوجد أيضا فيها شاشة مسطحة، طاولة، يوجد هنا سيفتي بوكس، فيها مكواة أيضا، وهنا دورة المياه، يوجد شطاف، وفيها أيضا شاور. الغرفة من نوع ديلاكس في فندق هوليدي إن بانوم باستر. يوجد نوعين من الفندق، لكن هذا الفندق باستر. الفندق نظيف ممتاز، وأكثر الغرف من نوع ديلاكس. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.